أمازون تصرح موظفيها في مجال صناعة الألعاب. أمازون هي آخر شركة بتقوم بتخفيض وظائف في مجال صناعة الألعاب. تم قطع 180 وظيفة في عملية إعادة هيكلة، حيث شهدنا فقدان حوالي 6500 وظيفة. ولكن على الرغم من تخفيض الوظائف، كان عام 2023 عاماً رائعاً لمحبي الألعاب، حيث ظهرت العديد من الألعاب المرموقة. تفتكروا ليه ده بيحصل؟ وزي ما قال كريستوفر درينج وهو رئيس موقع أخبار الألعاب gamesindustry.biz، يعود ذلك إلى التوظيف الجماعي الذي حدث في بداية الجائحة عام 2020، بما في ذلك بالدورز جيت 3 وزيلدا تيرز اوف ذا كينجدوم وسبايدر مان 2. تفتكروا إيه اللي هيحصل بعد كده في صناعة الألعاب؟ من الصعب التنبؤ بحاجة زي كده، لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة إن الصناعة بتتغير كل يوم، وهتضطر شركات كتير زي أمازون للتكيف للبقاء على قيد الحياة. سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا تفتكروا إيه ممكن يحصل بعد كده في صناعة الألعاب، وسيب لنا لعبتك المفضلة.